ترى أولو الألباب، ما في كلام أعظم من كلام الله، ولا ولف كلام بعد كلام الله تعالى أعظم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكي دائما الزول لما يتكلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ما بيغلط، مش بيكون معصوم وما معصوم، لكن لما الزول يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر المعنى الصحيح والمراد من قول الله تعالى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون موفقا، الله بوفقه سبحانه وتعالى. قال، وده الحديث الثاني، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم ترزق بشيء من الولد، لا ذكر ولا أنثى، لا من الذكور ولا من الإناث، لكن كنيت بأم عبد الله على ولد أختها، لأن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أسماء، ليه عائشة رضي الله عنها خالته، وكذلك عروة ابن الزبير رضي الله عن عبد الله، ورحم الله عروة ابن الزبير. طيب، عشان كذا يكتب جزء لك يقولوا مثلا منذر، ده طبعا ما متزوج، عزاب الاسي، الله يزوجه جميع العزاب. تقول لمنذر ده ابو محمد مثلا وما عنده ولد، لكن بجوز تكنيه حتى لو ما كان عنده شنو، لو ما كان عنده ولد. فعائشة رضي الله عنها كنيت بأم عبد الله، ولم يكن لها ولد اسمه عبد الله، وإنما هذا ابن أختها أسماء رضي الله عنهن جميعا. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى الحديث ده حديث عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الأولى، فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأشياء لم تحدث في زمنه، وإنما تحدث في آخر الزمان، وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. علم الغيب ده ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم، الأنبياء يوحى إليهم، أما غير الأنبياء فلا يعلمون الغيب، وحتى الأنبياء لا يعلمون الغيب من أنفسهم، لكن يوحى إليهم. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عشان كذا في سورة المائدة قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم؟ إتوا يا رسل الحصل شنو من أممكم؟ ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، احنا ما عارفين الحصل بعدنا شنو، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء عن طريق الوحي تحدث في آخر الزمان، ومنها هذا الجيش الذي يغزو الكعبة، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، ده جيش، الجيش ده يتحرك من بلده ماشي يغزو الكعبة، يفسد في الكعبة ويغزوها وينتصر على أهلها من أهل الإيمان،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كانوا ببيداء من الأرض وصلوا محل فاضية زي الصحراء يخسف بأولهم وآخرهم، والخسف يكون من أسفل، الخسف الأرض تشق الناس تخسف، أما الصاعقة تأتي من أعلى، الصعق يكون من أعلى والخسف يكون من أسفل، يخسف بأولهم وآخرهم. والخسف في القرآن ذكره الله تعالى: فخسفنا به وبدار الأرض في قصة قارون. طيب، فقالت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم أي تجارهم، ومن ليس منهم أي أن أقواما يذهبون مع هذا الجيش وليس مرادهم الإفساد، وليس مرادهم الإفساد، وليس مرادهم الإفساد أو مرادهم الإفساد، وإنما خرجوا يريدون مكة. الناس زي المرق مع الجيش ده ماشيين، الجيش نية سيئة، وديل مشوا معاهم ما نية سيئة، ماشيين معاهم مسافرين معاهم، وأسواقهم التجار برضو مسافرين، التجار قصيدهم شنو؟ التجارة، يعني قصيدهم طيب ما قصيدهم الإفساد. فعائشة رضي الله عنها تعجبت، قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس من وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ ديل مفروض يكونوا بجنب ما يخسفوا بهم. تعجبت من هذا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يظلم أحدا، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. بعد ذاك يوم القيامة يبعثون على شنو؟ نياتهم. هؤلاء الجيش نيتهم الشر، يبعثون على الشر، والتجار ومن ليس من الجيش ونيتهم خير يبعثون على شنو؟ على الخير. فهمت؟ طيب، الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته، فكما حمى بيته وأرسل طيرا أبابيل فرمت أولئك الذين أرادوا الإفساد في بيت الله الحرام في الزمن الأول، فكذلك في الزمن الآخر يحمي بيته سبحانه وتعالى. شكي المسيح الدجال بلف الكرة الأرضية كلها إلا مكة والمدينة، ما بيقدر يخش شيء. طيب، الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث خطورة مرافقة أهل الباطل. انت لما ترافق ناس أهل الباطل بتتضرر، حتى لو انت زول كويس. شكى رب العزة والجلال قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. انت لو مع ناس أهل الباطل وأهل الشر وما بتنكر عليهم، انت ساكت، لما نيجي عذاب، العذاب ده ما بصيب ناس الشر بس، انت ذاتك بصيبك معهم. يخسف بأولهم وآخرهم. طيب، الفائدة الرابعة ونكتفي بها في هذا الحديث: علاقة الحديث بالباب. الباب بيتكلم عن الإخلاص، والإخلاص مكانه النية القلب، والحديث في آخره قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على شنو؟ نياته. فالزول دائما يصلح شنو؟ نيته. ده الحديث الثاني. الحديث الثالث قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت، شوف امرأة، هذه المرأة العظيمة عائشة رضي الله عنها تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من الذين يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون الخير بين الناس، الخير بين الناس. بعد ذلك يجي ناس يطعنوا في عرضها رضي الله عنها، والطعن في عرضها كفر. ليه كفر؟ لأن القرآن برأ وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الله سماه إفك سبحانه وتعالى، سماه إفكا، وهو من أعظم الكذب. فإنت لما تقول صدق وتضعن في عرضها كذبت القرآن،
فكان هذا كفر كفرا بالله سبحانه وتعالى. ده كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته وعلى الشروط التي يعني اتفقا عليها. قال: ومعناه، النووي رحمه الله قال: ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. الحديث ده معناه شنو؟ لا هجرة بعد الفتح. الناس قبل فتح مكة كانوا بهاجروا من مكة للمدينة، وقبلية هاجروا من مكة لشنو؟ الحبشة. ولأن مكة كانت بلد كفر، وكان فيها أصنام ويعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. بعد فتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام وهدم مشاعر وشعارات أهل الكفر والضلال، أهل الكفر والضلال، فصارت مكة دار إسلام ولن تعود دار كفر. بعد تبقت دار إسلام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وليه زمننا ده هي دار إسلام؟ والهجرة دائما من بلد الكفر لبلد شنو؟ الإسلام. فعشان كذا قال لك: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة ما في هجرة لبلد تانية هجرة دينية، بمعنى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأنها بقت دار شنو؟ إسلام. لكن ما معناه إنه الهجرة انتهت، يعني الزول بهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن مكة بالتحديد ما في هجرة بعد منها، كان تكون بلد كفر لأنها صارت بلد إسلام. طيب، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. طيب، هو الفضل شنو؟ ولكن جهاد ونية، ناس بجاهدوا، وناس ما قدروا يمشوا الجهاد، بنوا الجهاد وهم في بيوتهم. وده إن شاء الله أسي الحديث ذا بيجينا إن شاء الله تعالى الحديث البعض وطوال الحديث الرابع. في ناس دارين يجاهدوا والله بوفقهم، وعندهم أموال وعندهم أشياء بيسافروا بجاهدوا، والجهاد يكون صحيح، ما جهاد بتاع التكفيريين والتفجيريين والجماعة المنحرفين دي اللي بيكتلوا المسلمين ويروعوا الناس وهو إلى آخره ويشوهوا صورة الإسلام. لا، الجهاد الشرعي الوراء حاكم ده هو الجهاد، حاكم مسلم. طيب، ففي ناس بيقدروا يجاهدوا، في ناس ما بيقدروا يجاهدوا ودارين الجهاد، ديل بنيتهم الله بديون أجر شنو؟ الجهاد. عشان كي رب العزة والجلال مدح أقواما في القرآن فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما في قروش وما في أشياء حصين وغيره ودواب، مدحهم الله سبحانه وتعالى فقال: تولوا رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ناس يتأثروا يتألموا إنه ما لاقين شيء جاهدوا به. ومنهم العرباط ابن سارية رضي الله عنه من البكائين الذين بكوا ونزلت فيهم هذه الآية. طيب، قال: ولكن جهاد ونية، تجاهد وتنوي الجهاد، كان توفقت تمشي، ما توفقت في بلدك ده بالنية الله بديك شنو؟ أجر الجهاد. وده بجينا إن شاء الله في باب الصدق، بجينا في باب الصدق. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم أي طلب منكم النفر للجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يعني لما الحاكم يعلن جهاد ويقول لك تعال جهاد، انت شنو؟ تنفر طوالي، تمشي تمشي الجهاد والله بيكتب لك الأجر والثواب. بعد ذاك في إذن تاخذ الإذن من الحاكم
وتاخذ الاذن من الوالدين، الا في بعض جهاد ما فيه اذن، ده بسموه جهاد الدفع، من انواع الجهاد الواجب جهاد الدفع. يعني الكفار والعدو لما يهجم على المسلمين في بلد ثاني، اي زول يدافع، ما الا يستاذن والديه بس يدافع، لو قتل فهو في سبيل الله، اذا اخلص لله وقتل فانه يدخل الجنه يكون شهيدا. طيب، لكن سايس الجهاد قال لك امشي الدوله الفلانيه شارك في الجهاد، والحاكم اداك تصريح امشي، استاذن الوالدين ما بجوز لك تمشي، استاذن الوالدين ادوك اذن تمشي، ما ادوك اذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، تبرهن وتحسن لهن الى اخره. مش تمرك زاي واحد تلقى يجيبوا له لابتوب يحضر مقاطع معينه ويبكوا الجماعه ويجيبوا له قصائد معينه، اوه ايها البطل وشنو بعرف ولفقدك تدمع المقل والى اخره، اذا ناءت بنا الاجساد فالارواح تتصل. تتصل وين؟ في سقر ولا وين؟ ناس اتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الشباب. ده وعيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال الخوارج، عديل قال كذا، الخوارج كلاب النار، ده شيء بودي النار. وقال في صحيح مسلم من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية. داسي تلقى يمرق يحضر له مقاطع وكذي ويبكوه شوية شوية يتأثر، والسفروا ذاته قاعدين في البلد ما سافروا، شوف المصيبة، يسفرك وقاعد في المكيف وراكب في البراد ومرتاح جدا، ويسفرك ويقول لك الجهاد، ولا بد شفت من هنا الجنة طوالي، وهؤلاء الجبنة الناس اللي عندهم جبن وما دارين يجاهدوا وإلى آخره، يخلي الشرك شغال في البلد دي بدل إيه؟ الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. ابن عثيمين قال انت ما تمش عشان يقتلوك، مش في ناس بيقول لك انا ماشي عشان اموت شهيد، قال لا ما تمش عشان تموت شهيد، لا الجهاد الرسول حدده صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش ماشي عشان يقتلوه بس يقول اخش الجنة، ده لو جهاد صحيح ولا حاكم ما تمش عشان يقتلوه، وإنما تذهب لتكون كلمة الله هي العليا. بعد ذاك مشيت لتكون كلمة الله هي العليا وكتلوك أنت في الجنة بتكون شهيد بعد. الدواعش منهج منحرف، ده ما جهاد، دواعش منهج منحرف ده ما جهاد، يجيبوا واحد يشيل له جواز وإلى آخره يسافر، بعد يومين يتصل بأمه السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف يمه؟ تمام الحمد، وين أنت؟ أنا والله في ليبيا وبعد ما أرك كذي، ونتلاقى إن شاء الله في الجنة بعدين. يا ولد تعال، اللبن اللي بيجيبه منه والشاي والسوق، وتعال اشتغل واشتغل توحيد وسنة البلد، تعوج بالشرك بالله تعالى، بلغ الدعوة. لك لا 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 أنا والله بعد ما بجي راجع، ما بجي راجع، فهو يمشي يقتلوه بدبابة ولا يلبس له حزام ناسف، في النهاية يقتلوه. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، ده ما جبن جهاد، يكون الصحيح الجهاد الصحيح بشروطه، يكون في حاكم ويكون جهاد لكفار، انت ماشي جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وتكون مخلص لله تعالى، وتأخذ الإذن في الجهاد، بعد ذاك تمش الله يتقبل منك، إذا انتصرت الله بيديك أجر في الآخر وعندك غنائم في الدنيا، وإذا قتلت فأنت شهيد تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أشجع الناس بعد 13 سنة، ال 13 سنة دي في قريب 360 صنم في الكعبة، ما شال له حزام ناسف وقعد في نص المشركين فجر نفسه، ولا قال لي صحابي مش فجر نفسك، 13 سنة بيدعون إلى لا إله إلا الله، بعد ذاك لما ما استجابوا مشى المدينة وأعد العدة وجهز الجيوش، بعد ذاك جاء فقاتلهم،
هل ال 13 سنة تقدر تضعم في النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بتقدر، لأنه ده المنهج الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس لمتين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. مش كلام واضح؟ هو القرآن قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في آية تانية كله لكن بتاعت البقرة: ويكون الدين لله، فإن انتهوا من الشرك والكفر والعناد والظلم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ده سيجيب مقاطع لداعش ديل، ده يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لك الضاب كر اذبحوا، لا إله إلا الله كر اذبحوا، حقد ما تعرف ذاته، جهل ما تعرف. في النهاية الذي نثق به ولا نشك به طرفة عين أنهم على ضلال مبين وانحراف واضح. ده ما منهج صحيح يا أخي. أنت لتكون كلمة الله هي العليا تمرق من بلدك مظاهر للشرك وثنية جهل شغال كله تفطه، وتمشي في آخر الدنيا تقول ما شجاي، ده جهل، جهل ما أنزل الله به من سلطان. طيب، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منك الحاكم الجهاد وعينك تعيينا فيجب عليك أن تذهب إلى الجهاد وجوبا. طيب، الحديث فيه فوائد، منها أن مكة صارت بلد إسلام فلا هجرة منها إلى غيرها بسبب الكفر يعني. الفائدة الثانية أن مشروعية الجهاد قائمة، فالذي يوفق للجهاد يذهب، والذي لا يوفق ولا يعان فإنه يبقى وينوي الجهاد فيكتب الله له أجر الجهاد. الفائدة الثالثة أن الجهاد يكون تحت راية حاكم، لأنه قال: وإذا استنفرتم فانفروا. علاقة الحديث بالباب واضحة، ولكن جهاد ونية، فذكر شنو؟ النية. الحديث الذي بعده، عليك الله ينتبه للحديث ده، حديث جميل جدا. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال رضي الله عنهما يعني عن جابر وعن أبيه، الاثنين صحابة، وأبوه قتل شهيدا لجابر، أبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه. طيب، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال، شوف جابر والنبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة هناك بر المدينة، مشوا الغزوة، شوف الحديث ده جميل كيف. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا، نحن ناس ماشيين الغزوة لكن في ناس خليناهم وراء، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر، رواه مسلم. أجر زي شنو؟ شاركوكم في الأجر. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، غزوة تبوك استمرت 50 يوما. يا أخي الصحابة ذي الرجال، هذي زول يتكلم فيهم، هذي زول انجو قال له: اسمع راح ماشي نعمل محاضرة، نصيحة محاضرة نجيضة، ما بتاعنا العفج ديلا، محاضرة نجيضة، أرح أيوة كويس، أرح الأسبوع الجاي أرح محاضرة، ماشيين بور سودان كويس، أرح البعض ماشيين شندي
ماشيين عطبرة بعدها. بيقول يا جماعة هوي شغلة دي كثيرة، نحن عندنا أولاد والموضوع ده كثير. هو ده المرقوا لجهاد، يعني في احتمال كبير ما برجع، ومدة 50 يوم. وتخيل يجوا راجعين، انتهت الغزوة جوا راجعين تاني بعد أيام يقول لهم في جهاد، أرح يمرقوا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ده الناس قويين، ناس إيمانهم قوي، يجوا ناس في آخر الزمان يطعنوا فيهم يسيئوا لهم، وإلى الله المشتكى. طيب قال: فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا. الشعب الطريق بين الجبال، يقال أهل مكة أدرى بشنو؟ بشعابها، الطريق بين الجبال. ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. طيب الحديث ذا فيه فوائد، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة، وكان في وسط الناس في الخير، بل أمام الناس في جهاد بيمشي فيه قدامهم، راح الجهاد بيمشي قدامهم. أما الآن قادة هؤلاء المنحرفين من التكفيرين قاعدين في البلد، ورسلوا الأولاد أمشوا أمشوا هناك قاتلوا، وين؟ في الصومال، في مالي، شوهوا صورة البلد دي، ذات البلاد دي، أمشوا ليبيا، أمشوا وين وين وين، هم قاعدين في البلد. تقول لهم ما تمشوا أنت، يقول لك ما لازم يكون في علماء وفي ناس بيمشوا كويس تمام، ها أولادكم كيف برضو علماء؟ لا لا والله دين ما بيمرقوا لك ثاني بموضوع ثاني، وإلى الله المشتكى. طيب الفائدة الثانية أن الإنسان يؤجر في الجهاد على أشياء كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وهنا في الحديث الثاني أو في الرواية الثانية: ما سلكنا شعبا ولا واديا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأسباب التي ينال بها العبد الأجر في الجهاد، والله تعالى في القرآن ذكر مجموعة من الأنواع، فقال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإنت في الجهاد في أشياء كثيرة أنت بتؤجر عليها، التعب اللي بتلاقيه في الجهاد، والنصب والابتلاء والجروح وإلى آخره، والأودية التي تقطعها وما تغيظ به الكفار، كل هذا تؤجر عليه، وفيه فضل الجهاد. الفائدة التي بعدها أن من موانع وجوب الجهاد المرض، وهذا عذر، إذا مرض الإنسان فإنه يعذر عن الجهاد. الفائدة التي بعدها ولا علاقة بالباب، أن هؤلاء الأقوام لما صدقوا في نياتهم وهم في المدينة كتب الله لهم أجر ومشاركة من ذهب خارج المدينة ليقاتل، بنية أدركوا شنو؟ أدركوا ديلة. أما الحديث نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد ونقل ذلك عن الألباني أيضا. المحسن العباد ده الآن يدرس في المدينة في الحرم النبوي، يدرس الكتب الستة، كتب السنة، بخاري ومسلم إلى آخره. طيب الحديث الذي بعده قال: وعن أبي يزيد معن، صحابي اسمه معن، معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم. ليه قال رضي الله عنهم؟ قال: وهو يعني معن، وأبوه يعني يزيد، وجده أي الأخنس صحابيون، هو أبوه وجده، الثلاثة لاقوا النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا صحابة على الإيمان يعني. قال: كان أبي يزيد أبوه، هو ده معن، معن كنية أبو يزيد،
وابو شنو؟ ابو اسمه يزيد. هاي يعني كانه دار يسمي ولده على منو؟ على ابيه. قال كان ابي ابو منو؟ يزيد. ماله ابو؟ اخرج دنانير يتصدق بها. ابو غنيان، زول غني، وهو فقير، وابو مرق دنانير يتصدق بها كأنها من أموال الزكاة. ما رقى والداوين قال يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فتاع الرجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها. اللبو قال لي رجل أمسك القروش دي، لما نيجي زول فقير أديها له، أي زول فقير يجي أديها له صدقة، وكأنه أراد بها الزكاة. قام ولد يزيد ده اللي هو معنا البر والحديث، جاء داخل المسجد هو فقير، الرجل اداه القروش هو ما فقير، قام جابها لأبوه قال فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال جيت لأبوي قلت له أنا مشيت المسجد والحمد لله قلت له زول اداني قروش. فقال والله ما إياك أردت، أنا شنو؟ ما قصدتك أنت، ما قصدتك، والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصمته يعني اختلفت معه، مش معناه الشكل، وإنما اختلفا. وهل أتاك نبأ شنو؟ الخصم. كان بيناتهم مناقشة، فالخصومة أحيانا تطلق على النقاش أحيانا. اختلفوا، الولد قال لي أنت مش دفعتها وانا جيت، خلاص انا الله رزقني. الابو قال له انا ما قصدتك انت، انا دار اتصدق بها، انا ما قصدتك انت، ما قصدتك، ما اياك اردت. فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام حكم بيناتهم، فقال لك ما نويت يا يزيد. قال للابو لك ما نويت، انت نويت شنو؟ مش صدقه؟ خلاص عندك صدقه. ولك ما أخذت يا معين، أنت كمان القروش حلال عليك. رواه البخاري. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الأولى سؤال ذكره ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين، وهو هل يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده؟ هل بيجوز للأب أطلع الزكاة؟ طبعا الزكاة بجوك ناس الزكاة تديها لهم. فينا بعض الناس يقول لك يا اخو ما بديهم، نازل بياكلوها واو، بعضهم بيقول لك في ناس بياكلوها في بعض المناطق يعني. انت تديها له بعد ذاك انت شنو؟ تؤجر عند الله تعالى، وكان لخبة الله بحاسبه. انت تديها له، ذي مسألة. طيب لو جه وحدد، لو جبت على الزكاة وحدد أموال وديته الزكاة، بعد شوية انت شفت عندك أموال تانية وما حسبها وكذي، طلعت زكاة منها، بعد ده انت تتصدق بها. تشوف واحد من الثمانية أصناف التي تكون فيها الزكاة، التي تكون فيها الزكاة: فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوب، من المؤلفة قلوبهم إلى آخره. فانت تديها واحد من الاصناف دي، وما بجوز تعملها في غير الاصناف دي. يعني ما تقول ماشي الزكاه دي اطلعها في مدرسه، ما بجوز المدرسه تطلع فيها زكاه. الزكاه دي عندها اصناف معينه، ما بجوز الا في الاصناف الثمانيه دي: انما الصدقات للفقراء والمهاجرين، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارمين ناس المدينين، زول في السجن ولا طالبين منه قروش تدي الزكاة كويس ما فيش، زول جاي ماشي عابر سبيل وإلى آخره ما ينقطع قروش تديه، ده كويس جدا. فقير تديه، مسكين تديه، ما في اشكال.
حتى لو منها لك تديو. طيب السؤال الذكر ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للوالد أن ينفق الزكاة على ولدي؟ قال دي فيها تفصيل. إن كان الولد لم يبلغ الحلم فإن الوالد يجب عليه أن ينفق عليه، مش ياهو كذي؟ زول ما بلغ الحلم، الوالد واجب عليه ينفق عليه أصلا غير الزكاة، فهنا لا يعطيه الزكاة، لأن في إعطائه الزكاة قال إسقاط للواجب الشرعي عليه، فده ما بديه الزكاة. أما إن كبر الولد وبلغ الحلم إلى آخره وصار فقيرا لا يجب على الوالد أن ينفق عليه، فهنا يجوز له إعطاؤه شنو؟ الزكاة. واحد عنده أخته زوجها فقير بجوز يديها الزكاة، عنده أمه بديها شنو؟ بينفق عليها، عنده ولده بلغ الحلم كبر خلاص وفقير بديه الزكاة، عنده قريبه وقدر ما يديها للقريب أولى، لأنه يجمع بين الأجر والصدقة وبين شنو؟ الرحم، صلة الرحم. يعني انت دائما الصدقة قدر ما تديها للقريب أولى وأفضل، بس انت أخلص لله تعالى فيها، أخلص لله تعالى فيها. طيب الفائدة التي بعدها: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اختلفوا يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كذي مشاكلهم بسيطة، ما عندهم مشاكل، أي مشكلة برجعوها للنبي عليه الصلاة والسلام، بديونا الحل، تاني ما بزول بيقول لا لا أنا عندي رأي، بديونا الحل خلاص انتهت المشكلة. أما نحن الآن وللأسف إذا اختلفنا ورجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد أصحاب الهوى تجد منهم العجب العجاب، تقول لا هذول نرجع للقرآن والسنة، يقول لك خلاص نرجع، أها قال الله تعالى، أوه يقول لك لا لا تفسير ما كان، تجيب له التفسير والتفسير الصحيح، يقول لك أسمع ما في مذهب ثاني، المذاهب دي ما كثيرة، يلخبط. والله واحد احنا كنا طلاب في أم درمان الإسلامية، كنا في الداخلية، المهم الزول ده في منطقة معينة مشغل غنى، قلت له يا أخي أنت، أنا دار أنصحه بأسلوب طيب، قلت له يا أخي أنت مسلم ولله الحمد وكذي، أها القرآن كيف تمام معاك؟ كلام الله كويس معاك؟ قال لي تمام. السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ قال لي تمام. قلت له قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. في تفسير ابن كثير نقل إنه دي لهو الحديث هو الغناء. في الأحاديث في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني شي حرام وهم شنو حللوا، الحر والحرير والخمر والمعازف. قال لي الله قال والرسول قال بتنفع معاي في أي شيء إلا في الغنى. ده ما كلام خطير؟ قال لي بتنفع معاي في أي شيء إلا في الغنى. ده بعد شوية جوت خالته عنده صحبة معاي، هاج فيه وقال له تمام محترم ما شايف الشيخ ده، وأنا زول مسكين ساي ما هنا ما شيخ ولا شيء، لكن قال لي ما شايف الشيخ ده وبيحترمني شوية، ده طوالي قفل الغنى. قلت سبحان الله، قلت له هذول الله قال ما تهزك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تأثر فيك، يجي ولد خالتك يقول لك كلام توقف الغنى، انت يا اخي انت ما تخاف من الله سبحانه وتعالى، فإلى الله المشتكى. بعد ذاك استمرت في مشكلة، الآن وأنا الكلام ده ذكرته في المسجد بعمومه، بعد شوية جاب سكين خاتية ووك طلع فوق لقاني في السلم، قال لي اسمع انت تجيبني في الجامع، انا من اليوم ذاك لي اسي ما صليت في الجامع، قال قلت له انت بتخوفني بها سكينه هذول،
قلت انا قلت لك الله قال والرسول قال انت ما بتحترم دار تزوج نو سوي في راسك. قلت لك ان الناس مسكوه مشى. طيب هاي هاي نعم هاي نعم هاي هاي صحيح نعم جزاك الله خير نعم جزاك الله خير. الكلام ده فيه فوائد كثيرة جزاك الله خير. أولا طبعا الزراعة على قسمين، في زراعة مطرية وفي زراعة عن طريق الري. يعني للفائدة انت الكلام ده هو فاهمه، لكن للفائدة الناس التانيين برضو يفهم. الزراعة المطرية اللي سقاها من السماء، سقاها الله سبحانه وتعالى والكل سقاه الله، فدي فيها العشر، العشر كامل. وأما بتكون عن طريق الري دي فيها ربع، شنو ربع العشر هاي، لأنه زول تعب فيها العشر. يعني زول عنده 40 شوال، عشورة 4 شوالات، ربع العشر عنده 40 شوال، وآتوا حقه يوم حصادي، ربع العشر من 40 يدفع كم؟ شوال واحد، ربع العشر. طيب الزكاة دي واللي يقول ده موضع الكلام، الزكاة جو العاملون عليها جو عشان ياخدوها ديل الزول، حتى لو ناوي يدي أهله كونه يديها لهم بنية الله بديه الأجر بتاع ديك واحد. الحاجة الثانية كونه يديها لهم أجر الزكاة وحق الزكاة بعد ده بكون شنو سقط عنه، والأجر يؤجر على ذلك. بعد ذلك لما نيجوا الأهل دي بتكون صدقة من الصدقات فوق الزكاة. يعني الزكاة قبل طلعها بعد ذلك تتاني الأهل بتديهم، ده أجر لك إن شاء الله. هاي جزاك الله خير. لكن بعد ذلك العاملين عليها ديل نفسهم، العاملون عليها ديل نفسهم ما بجوز لهم براهم يتصرفوا في الزكاة، ما بجوز لهم، بس يشيلوها يودوها، إلا لما يدون توكيل يودوها بيت مال الزكاة، بيت مال المسلمين، بعد ذلك هون يوزعوها إذا خافوا الله سبحانه وتعالى يوزعوها. هاي هاي نعم، ما هم مأمورون. ندى الله يفرج، ندى الله يفرج. انتوا جزاكم الله خير تدفعوا الزكاة، واللي بيجيكم للصدقة دي كمان اللي بتقدروا اديتوا الله بيديكم أجر إن شاء الله. الله أكبر، الله يتقبل إن شاء الله، الله يتقبل، الله يتقبل. جزاك الله خير يا عم استفدنا. طيب قال إذا من فوائد هذا الحديث اللي هو الحديث الخامس، إنه أن المسلمين إذا اختلفوا الواجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد ذلك لما نجي الحكم الشرعي تسلم له، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت لابد أن تسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم فقال لك ما نويت يا يزيد، وده علاقة الحديث بالباب، لك ما نويت يا يزيد.
ودي فيها فائدة عظيمة جدا. لو أن إنسانا تصدق بصدقة ونوى شيئا معينا فإنه يؤجر على هذا الذي نوى، وإن وقع الأمر خلاف ما نوى. جاك زول حرامي وكذب عليك وقال لك أنا عندي شنو عندي وكذب سايق ويتديته وطلع كلامه كذب، انت بعد ذاك تؤجر على ما بنيت من الظاهر وعلى ما نويت من الخير. أما هو حسابه على الله سبحانه وتعالى. واسي ده ما حدث هنا، هنا ما حدث، لكن تؤخذ هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معين. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تلطف في الألفاظ، وفيه حسن الشريعة لأنها فيها الحل للخصومات. طيب، الحديث الذي بعده قال: وعن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، ده شهد له بالجنة وهو حي يمشي على قدميه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة ابن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة عامر ابن الجراح في الجنة، سعد ابن أبي وقاص في الجنة، سعيد ابن زيد ابن نفيل في الجنة، الزبير ابن العوام في الجنة، العاشر قال عبد الرحمن ابن عوف في الجنة. فديل العشرة شنو في الجنة على الترتيب أنا ذكرته بالمعنى. بعد ذاك شنو العشرة ديل في الجنة في حديث واحد، في تاني صحابة في الجنة ما ذكرون في الحديث ده لكن ذكرون في أحاديث أخرى. كبلال رضي الله عنه قال: إني سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال، وكعكاشة ابن محصن أو محصن رضي الله عنه ده برضو في الجنة، وغير صحابة في الجنة. طيب، كل الصحابة في الجنة. ها الله قال: وكل وعد الله الحسنى. شفت أي صحابي في الجنة ما فيها شك. بعد ذاك الناس البعض الصحابة ديل منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين. طيب، سعد ابن أبي وقاص ده من العشر المبشرين بالجنة، وكان مستجاب الدعوة، دعوة مستجابة، حتى في زول ظلمه دعا عليه بثلاثة دعوات. قال: اللهم أطل عمره، الكلام ده ذكره النووي في كتاب الأذكار. قال: اللهم أطل عمره، ظلم سعد، كذب عليه سعد، وأعمي بصره وعرضه للفتن. قال لك الزول ده بعد سنين طويلة كبر في السن حتى سقط حاجباه على عينيه. خلاص دي الدعوة الأولى شنو استجيبت: اللهم أطل عمره وأعمي بصره، بقى عميان، بقى عميان، خلاص بقى يشوف رقراق ومرات ما يشوف مرة واحدة. وعرضه للفتن، قال أحد من سمع هذه الدعوات قال: فرأيته وقد كبر، وقد كبر سنه وسقط حاجباه على عينيه وهو يرفع حاجبيه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. كبر عجز بعد ده شنو في الشارع يقابض. جزاك الله خير. يقابض يعني، جزاك الله خير، بس يا هزار عجوز يشاغب. يعني الله المشتكى انت وكده تتعرض، تتعرض لصحابي مستجاب الدعوة. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه خاله، لأنه خاله. طيب، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. سعد مرض رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه يعوده من ورط، من مرض في حجة الوداع
جاءه يعود يعني يزوره. طيب، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، مريض مرض شديد، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. الوقت داق عنده بيت واحد. وابن عثيمين قال الرجل ده سعد رضي الله عنه عاش قام من المرض ده، وعاش لما ولدوا له 10 ولدا، أكثر من 13 ولد أو 12 13 ولد. أوه. طيب الوقت ذاك لما مرض قال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أقسم المال عليه 3، أشيل 2 أتصدق بين وخلي الثلث. قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله، الشطر يعني شنو؟ النصف، خلاص صدق بالنصف. فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله، خلاص ثلث أقل من النصف. قال الثلث، بجوز ليك قال الثلث، والثلث كثير أو كبير؟ بجوز ليك لكنه ذاته كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء، وتذر يعني تترك وتدع، أخير تخليهم شنو؟ عندهم قروش من تخليهم فقراء، بعدين يمشوا يشحدوا الناس ويدعوا عليك، قول أبونا ده الله يا زما خلى لنا أي شيء، دي زيادة منها، لكنهم في النهاية تخليهم فقراء يسألون الناس يتكففون الناس. قال وإنك لن تنفق، وده الشاهد من الحديث، علاقة الحديث بباب الإخلاص. وإنك لن تنفق، ودي فائدة لنا كلنا، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. طيب لك الموز ولا أكل، المرأة تأكل منه، أنت احتسبت الأجر، أنت عندك أجر فيه. شوف الدين ده سامح كيف، دين جميل جدا. طيب قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ هل أنا بعيش؟ ده صحابي ما عارف نفسه بعيش ولا ما بعيش، لأنهم ما بيعلموا شنو، ما بيعلموا الغيب. ده صحابي ولي من العشرة المبشرين ولا ما ولي يا ناس؟ ولي، هو حيغشك زول يقول لك في ولي بيعلم الغيب. ده صحابي الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب أخلف بعد أصحابي هل بعيش؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. رسول ما قال لي بتخلف ولا ما بتخلف، لكن اداه فائدة، قالوا إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. من أشرح الكلام ده إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. حديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، والحديث ذا عمدة في باب الوصايا، في باب شنو؟ الوصايا. أولا أهل الفرائض ناس الميراث بيقولوا الإنسان في لحظات المرض، الإنسان في لحظات المرض إذا طلق زوجته وقصد، بعضهم يقول إذا قصد بالطلاق أن يخرجها من الميراث فإنها ترث، لأنه ده بسموه إضرار، يعني طلق والوقت ذاك شنو؟ دي الطلقة الثالثة، تبين منه بينونة كبرى لأنها كان في فترة العدة أصلا بترث. وبعض العلماء يقول بل لا ترث، بعضهم بيقول شنو ما بترث،
ذا ولكن الراجح أن عثمان رضي الله عنه ورث التي طلقت في لحظات شنو الموت. دي مسألة. المسألة التي بعدها أن الإنسان في الوصايا وفي لحظات الموت وفي مرض الموت والمرض الذي يظن أنه يموت فيه، فإنه إن تصدق يتصدق بالثلث فما دونه، تلت المال ولا ربع المال ولا خمس المال، ويوصي بهذا، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس مالي وقال أرضى بما رضيه الله لنفسي. الله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه، فقال أنا برضى بالخمس والصدق بالخمس. فإنت في لحظات الموت ما تقول قروش دي كلها صدقة، لا، تصدق بالتلت أو بالربع بشيل أقل من التلت، وده الأفضل. هاي تفضل أزين. فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يدري متى يموت، لأن سعد رضي الله عنه ظن أنه سوف يموت في مرض هذا، ولكنه عاش بعدها. الكلام ده في حجة الوداع، والكلام ده سنة 9 أو 10 هجرية، تخيل. وسعد مات سنة 54 هجرية، مات سنة 54 هجرية رضي الله عنه. عشان كده الحسن البصري قال دخلت مسجد الكوفة فوجدت رجلا شيخا كبيرا، ذول عجوز كبير، فقال يا بني أنا هنا في المسجد منذ 30 سنة أنتظر ملك الموت، ولا لأحد عندي حاجة وليس لي حاجة عند أحد. نظفت أي شيء قال لي، لا زول داير مني لا أنا داير منه، وأنا منتظر الموت لي كم 30 سنة. وعطاء رحمه الله من التابعين مكث في المسجد 40 سنة يعبد الله تعالى، فلما خرج من الباب قال صاحب له يا عطاء إلى متى الغفلة وملك الموت خلفنا، ومرق من الجامع، قال لي تغافل لمتين وملك الموت ورانا، قال فخر مغشيا عليه رحمه الله تعالى. فالإنسان لا يدري متى يموت، ممكن تمرق من بيتك ما تجراجع، وممكن تعيش فترة طويلة. طيب الفائدة التي بعدها ولا علاقة بالباب، أن الإنسان إذا أخلص فيما أنفق وكانت هذه النفقة من النفقات الطيبة لا خبث فيها، مقروش بتاعت حرام ولا غيره، فإنه يؤجر سواء كانت النفقة صغيرة أو كبيرة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، كي الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، مش شوال تمر ولا ملوى ولا كذي، تمرة تشقها النص تاكل نص ونص تديه لله تعالى، الله بيدفع عنك النار. قال له الله عظيم سبحانه وتعالى. واحد أستاذ اسمه ميسر، نحسبه زول فاضل، كان معانا ميسر الأنصاري بيقولوا له، فميسر جمال اسمه، فقال لي في زول كبير، قال لي في السن، قال لي زول ده انا جيت جاري مره ولا الزول الكبير جا مستعجل، فقال شال له نص تمره ودخلها في خشمي، وكان طفل صغير او صغير، قال دخلها في خشمي، قال اتقوا النار ولو بشق تمره، قال بقيت اي تمر خدته قدامي اكله اتذكر الزول الكبير اتقوا النار ولو شنو بشق تمره. انت تتصدق حتى لو شنو وتخلص لله تعالى. الفائدة التي بعدها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد يا رسول الله أخلف بعد أصحابي هل بعيش، قال إنك لن تخلف، دي فائدة عظيمة جدا، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، بعد ده عمل عام ما إلا صدقة، ذكر استغفار دار تحفظ القرآن لله تعالى، تصبر تجتهد تتحمل تتعلم تبلغ الدعوة، عمل صالح المهم تعمله، تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفع، إلا ازددت به درجة ورفعة،
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا سعد انتفع به أقوام من المؤمنين، لأنه قاد معركة القادسية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتصر المسلمون وهو كان القائد، فانتفع به المسلمون وضر به أهل الكفر. ودي حاجة يحمد عليها ويمدح عليها. الفائدة وين هنا؟ إنه الإنسان كلما كان من أهل الخير ومن أهل الطاعات وطال عمره ازداد رفعة ودرجة. شكاية ما تتمنى الموت. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا وخلاص قنعت من الدنيا دي وزهجت خلاص مليت، فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، في لفظ ما كانت. طيب، فإنت ما تتمنى الموت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس، بيجينا الحديث ده قدام إن شاء الله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أنت ممكن تكبر في السن تجيك أمراض تدعب وتخجل من أولادك، تقول يا الأولاد دي أنا تعبتهم وكذا وهو إلى آخره، تتضايق. أنت ده كله أجر لك وخير لك، تصبر بس. شوف المؤمن ده كلما ازداد في الدنيا بقاء ازداد خيرا، طالما أنه على الإيمان وهو صادق لله تعالى. إن كان مسيئا تاب ورجع واستعتب، وإن كان محسنا ازداد في إحسانه. طيب، آخر فائدة، قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. الرسول دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، قال شنو؟ ولا تردهم على أعقابهم. وده فيه رد على الشيعة والروافض الذين يصفون الصحابة بأنهم ارتدوا. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في الخير، ومن الخير الهجرة. اللهم أمضي لأصحابي، الرسول دعوته مستجابة ولا ما مستجابة؟ مستجابة. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. معقولة تاني ارتدوا؟ ما بيرتدوا، رضي الله عنه. فده رد على الروافض. أما اللفظة الأخيرة دي: لكن البائس سعد بن خولة، ده صحابي. بائس هنا مش مقصود بها الزم له، ده ما زم، لكن ده تحسر أو نوع من يعني التأسف أو نوع على أنه فاته بعض الخير، ليرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني مات بدري. لو كان عاش كان أجره بكون شنو؟ أكبر. لكن ما معناه أنه في شر، لأنه لكن البائس دي بعض الناس بيفهم منها شنو؟ شر. مش الرسول قال لي سعد، قال لي معاذ رضي الله عنه، رسول عليه الصلاة والسلام قال له: ثكيلتك أمك يا معاذ. هل ده شر؟ ما شر. دي ألفاظ تقال أحيانا، وأحيانا العكس، أحيانا يقولوا لفظة الخير ليزول شر. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو لا عزيز ولا كريم، لكن دي شنو؟ في ألفاظ تطلق أحيانا ولا تراد الألفاظ. هاي لك معليش معليش، آسف آسف، ودي كلام حار دي بقوله شيخ مقبل كثير، لك آسف آسف، وبكون برود عليه مبتدع وبدع فيه، آسف آسف إلى آخره. طيب، الزمن وين أخونا خالد؟ طيب، فاضل كم؟ فاضل 3 دقائق ولا أكثر؟ 8 دقائق كويس. قال: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، وبعضهم قال اسمه عبد شمس، لكن الأليق أن يقال عبد الرحمن، وإن كان ابن الجوزي مال إلى الاسم الأول في صفة إلى الاسم الثاني في صفة الصفر. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، من قبيلة دوس، اسمه عبد الرحمن بن صخر، يلقب بأبي هريرة، كان له هر قط، وأسلم رضي الله عنه
ورافق النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات و6 أشهر. شال الأحاديث دي كلها. بقى أكثر الصحابة روى أكثر من 5000 حديث. الصحابي البعض طوالي في الرواية عبد الله بن عمرو بن العاص، أكثر من 2000 حديث. ثاني باقي الصحابة كلهم أقل منهم، أقل من أبي هريرة في الرواية، وإلا في العلم فمن الصحابة من هو أعلم منه، لكن في الحفظ وفي الرواية. طيب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. ودي واضحة يا ناس، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، تخين ضعيف يدي كيف، ولا إلى صوركم، جميل ما جميل، أبيض غير أبيض، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم، ودي رواية مسلم. والزيادة دي كما قال الألباني وأعمالكم مهمة، لأنه كثير من الناس قال القلوب بس، لا بد من القلوب والعمل. علاقة الحديث بالباب شنو؟ علاقة الحديث بالباب أنه ذكر القلوب، والقلوب موضع الإخلاص، والباب يتكلم عن الإخلاص. طيب، قالوا: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري من خيار الصحابة ومن أجمل الصحابة صوتا، صوته جميل. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، أصلا هو شجاع بحب القتال، أصلا شجاع، ويقاتل حمية أي لقبيلته أو إلى آخره، ويقاتل رياء عشان يمدحوه، أي ذلك في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. دي واضحة، ما دايرة كلام كثير. الجهاد الزول يخلص فيه لله تعالى. علاقة الحديث بالباب واضحة، لتكون كلمة الله هي العليا، ودي النية. طيب، وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني القاتل ده عرفنا في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ المقتول ده يخش النار سببه شنو؟ قال: إنه كان حريصا على قتل شنو؟ صاحبه. متفق عليه، معناه بنيته برضو دخل شنو؟ النار. الحديث ده فيه تفصيل، حديث ده عام، فيه أحاديث خصصته كالأحاديث التي زمن الفتن وهو إلى آخره، ذلك الأوائل خصصته النصوص أخرى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك ما بينطبق عليهم الحديث ده، لأنه لم يكن فيهم أحد حريص على قتل صاحبي والانتقام من صاحبي، إنما فتنة. دي واحد. في أحاديث تانية النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يأتيه الآخر ليأخذ ماله، قال: أرأيت إن جاءني ليأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. عشان كده الفقهاء أخذوا حاجة اسمها دفع الصائل، وجاء حرامي بالليل وشايل أشياء داري كتلك، لو بتقدر تدفعه غير الكتل تدفعه، لكن لو داري كتلك لو كتلك انت في الجنة، ولو انت كتلته هو شنو؟ في النار، ولا دية عليك، لا في دية، لا في قصاص، لا في غيره. لكن فيها تفصيل، لو بتقدر تدفعه بغير الكتل تدفع أول شيء، لو ما قدرت بعد ذاك شنو؟ بقت كتل شال سكين وسكين، تتوكل وتحتسب الأجر عند الله. إذا والله ما تلاوز، الناس بيلاوزوا يا أخي. واحد قال لي الحرامي وقف في الحيطة، قال لي المرأة، قالت لي: يا فلان الحرامي. قال: لا قوم لي وأنا يعني تقوم دي؟ وما قال لا بالنص، هو حكى لي وذاته حكى لي، قال قلت لي أثبت أنا جيت، أثبت أنا جيتك، وقاعد في محله. قال لي طفر مشى، قلت الحمد لله.
ده قاعد في محله انا ما اعرف ده. والى الله المشتكى، فانت ما تخاف. طيب، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم بالحديث ده، ده الحديث العاشر من احاديث الكتاب، وده حديث جميل جدا، كل الاحاديث جميله، لكن الحمد لله المصلين مصلون حضروا ده بفيدهم كلهم. قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، بضع من 3 إلى 9 إلى آخره. وذلك السبب شنو؟ أن أحدهم إذا توضأ، ده من الأسباب، فأحسن الوضوء، توضأ وضوء وضوء صحيح صحيحا، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، نية شنو؟ الصلاة، ما عنده موضوع مع زول قال لي نتلاقى في الجامع وكذا، لا، نية الصلاة والعبادة، مش عنده موضوع مع زول في التجارة وكذا. في التجارة في المجلد السادس في شرح رياض الصالحين قالوا ما بجوز، إذا وجدت رجلين يتبايعان في المسجد فقل لا أربح الله تجارتكما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. شوف البشارات دي كيف، قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ما قام، قاعد منتظر، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، طالما هو حابسا والصلاة منتظر هو في صلاة وفي أجر. قال والملائكة يصلون على أحدكم، حديث ده صحيح في البخاري ومسلم، وده لفظ مسلم، انتبه له كويس. قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه، وبفتح الياء والهاء وبالزاي، أن يخرجه وينهضه. يعني باختصار الحديث، أنت لو مركت من البيت وقصدك الصلاة لله تعالى، أي خطوة الله بيرفعك درجة ويحط عنك شنو؟ خطيئة. جيت بعجلة، جيت بموتر، بعربية، ابن عثيمين قال يرجى أن يعطى شيئا من الأجر، لكن الأصل إنه الحديث ده في المشي، ده واحد. اثنين، قال لك أنت كون منتظر الصلاة أنت في صلاة في أجر. ثلاثة، وأختم بهذه الفائدة، أن الملائكة يصلون على أحدكم، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه في مسجده الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. يعني بعد الصلاة انت قاعد في المحل صليت فيها، سلم الإمام وانت سلمت، المحل اللي قاعد فيه ده بالتحديد قاعد فيه، الملائكة بتكون بتصلي عليك واللهم اغفر له، انت ما شايفهم وما سامع، بتخيل ذي الملائكة، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. لو قعدت 10 ساعات للصلاة الثانية الملائكة بكونوا شنو؟ بيدعوا لك. ما لم تؤذي فيه أو تحدث فيه، الوضوء يبطل أو تتحرك. عشان كذا من الأخطاء بعض الناس بعد يسلم الإمام طوالي ياخذ له نطة قدام، تلقاه يقعد قدام يكتف، ولا يرجع ورا. ما تستعجل بعد الصلاة، أقعد مسافة، الملائكة بتسبح لك وتستغفر مسافة، بعد ذاك شنو؟ أمرك تم التسبيحات، بعد ذاك أمر. أو مستعجل ده أمر ثاني عنده هناك. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال ووفق نواصل في أحاديث هذا الكتاب وفي أبوابه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.